مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا. أول حاجة في التحضيرات في النهار الأول تاع رمضان الكريم، إن شاء الله يدخل علينا بالصحة ولهنا إن شاء الله وصيام مقبول. أنا حنبدأ لهنا بالحم الحلوك، كنت هنا عطيته لكم من قبل. هنايا درت في اليان، درت العينه والمشمش والزبيب، قلت لهنا ضفت لهم نص كاس سكر مع نص كاس ماء زهر، خليتهم نص ساعه باش هذاك الماء زهر والسكر يدخل كامل في هذه العينه والمشمش والزبيب. وهنايا حضرت السيرو، درت هنا زوج كيسان تاع السكر مع 4 كيسان تاع الماء. يعني هذه الطريقه كنت عطيتها لكم من قبل، تلقاو في صندوق الوصف طريقه تحضير طاجين الحلو. انا هنايا راني حنديرو بلا لحم، يعني كيما تحبوا نتوما ديروا اللحم ولا ما ديروش. نخلطوا مليح هذا السكر مع الماء. يعني هذا طاجين الحلو ساهل وما يديلكمش الوقت بزاف. هكذا حطوه فوق النار، وهذو هما الفواكه الجافه كما قلت لكم. ندير لهنايا في الكسكاس هكذا، هاي لي كما قلت لكم. الان نديرو يفور، وهذا السيرو اللي قعد لي في الاخر نضيفو للسيرو اللي كنت درتو من قبل. راني نوجد لهنايا الشوربه، درت لهنايا الحب تاعي يتقلى مع الزيت. كنت فاني عطيت لكم هذه الوصفه تاع شوربه الفريك، نخلي اللحم يتقلى مليح مع الزيت، من بعد نضيف الخضار وليزيتيس. هاي ليك نخليها تتقلى مليح، من بعد نضيف لها الماء السخون باش تكمل طيابها. بعد ما طابت الخضره كنت لهنايا طحنتها وزدت لها الفريك، نخليها تكمل طيابها في الاخر تشوفوها كيفاش جات. بالنسبه للفلون كنت انا عطيته لكم من قبل، يعني الطريقه كيفاش نديرها. عندي لتر حليب، هنا ندير زوج مغارف كبار ونص لا مايزينا، نزيد 3 مغارف كبار ونص سكر ولا 4، هكذا نزيد الكاكاو، دير زوج مغارف كبار ونص، زيت شوكولا ليكيد دير زوج مغارف كبار، في الاخير نضيف زوج علب فلون شوكولا. نخلط بارد في بارد ونحطها فوق النار ونبقى نحرك هكذا حتى وين تعقد.
بالنسبه للسهره هنايا حضرت تحليه لي تارت اوف خوي هاي ليك، ودرت له هنايا السمسه مع الوريدات. شوفوا كيفاش جاوا منبلين ما شاء الله. هذه السمسة من بعد ندير لكم الطريقه كيفاش درتها. ما درتهاش بالسمن، درتها بالزبده عاديه. وهنايا درت الفلون كما كنتوا شفتوا معايا التحضيرات. كما راكم تشوفوا درت سهره عائليه، ان شاء الله هتكونوا استمتعتوا معايا مع التحضيرات اللي حضرتها اليوم. في الاخر نقول لكم صحه رمضانكم وتهلاو في رواحكم.